فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. نعم، هذا في ما خالف فيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن إمامهما أبا حنيفة، لأنهما صاحباه، قد خالفاه في مسائل، منها استعمال الحرير ولبس الحرير لأنه فيه تشبه بالجبابرة من الأكاسرة وغيرهم،